يلا بينا نبدأ حلقتنا بعد التحية والسلام ونروح لسكريبت الحلقة. صلوا على رسول الله. نبدأ النهاردة بأخبار الزمالك، كان عندنا موضوعات مهمة جدا، يا ريت تشغلوا لنا المونيتور يا جماعة بعد إذنكم. التعديل حصل في موعد مباراة الزمالك والداخلية الخميس 29 فبراير بدل من الأربعاء 28 فبراير. استاد القاهرة عند صديقنا المحترم وليد بك عبد الوهاب المدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي لهيئة استاد القاهرة الدولي 7 مساء بدلا من 5. يبقى الزمالك حصل تعديل في مباراته مع الداخلية، بدل من الأربعاء 28 فبراير هيختم فبراير بمباراة الداخلية، والمباراة بدل من 5 هتبقى 7، يعني الخميس القادم إن شاء الله الزمالك والداخلية 29 بدل من الأربعاء 28، والمباراة 7 مساء بدلا من 5 مساء. عشان تعرفوا إن الرابطة بس والحاج عامر حسين شغالين بما يرضي الله مع كل الأندية، عشان الناس كانت تتكلم امبارح على تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز، النهاردة على طول الأمور تستدعي تأجيل مباراة الداخلية يوم، على الفور اتأجلت يوم من الأربعاء 28 إلى الخميس 29 فبراير الجاري، وبدل من 5 كمان بقيت الساعة 7. فريق نادي الزمالك غادر بحول الله وقوته متوجها إلى الجزائر عشان مباراة أبو سليم الليبي في الجولة 5 لمباريات دوري المجموعات اللي هتتقام يوم 25 فبراير الجاري باستاد 19 مايو بمدينة عنابة الجزائرية. البعثة بيترأسها صديقنا العزيز معالي اللواء أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة. قائمة الزمالك اللي غادرت إلى ليبيا إلى أبو سليم الليبي في الجزائر لهذه المباراة أعلنها منذ ساعات المدير الفني، وإن شاء الله الزمالك يواصل جهده في الكونفدرالية وتألقه اللي بدأوا مع الكابتن معتمد جمال. تضم القائمة اللي سافرت للجزائر في حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحي وعبد الرحمن نفاد، في الدفاع عمر جابر، حمزة المسلوسي، حسام عبد المجيد، ياسر حمد وأحمد فتوح. خط الوسط نبيل عماد دونجا، محمد أشرف رؤى، ومحمد شحاتة اللي اتحلت مشكلة التجنيد بتاعته قبل السفر بساعات، وترايفس موتيابا وسيد عبد الله نيمار واحمد حمدي ومحمد عاطف ومهاب ياسر ومصطفى شلبي اللي اكد الدكتور محمد اسامه بعد الفحص الاخير انه هيسافر والدنيا تمام وبناء عليه سافر ودخل قائمه المباراه. احمد مصطفى زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا. في الهجوم سيف الدين الجزيري واوباما وسامسون ايكينولا وناصر منسي. ربنا سبحانه وتعالى يكتب لهم التوفيق في مباراة أبو سليم وينهي الزمالك مبكرا كل ما يخص هذا الدور من دوري المجموعات وفي الكونفدرالية، وإن شاء الله بإذن الله تكون الكونفدرالية كمان من نصيبه. تدريبات الخميس قبل السفر والتوجه للمطار شهدت طبعا حضور مهم جدا من الكابتن حسين لبيب، وكانت في الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، والرئيس نادي الزمالك الكابتن حسين لبيب عقد جلسة مطولة مع الجهاز الفني واللاعبين، حضرها الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكورة. كابتن حسين لبيب حفز اللاعبين بشكل كبير جدا وطلبهم بنتيجة إيجابية لمواصلة مشوار الزمالك الإيجابي والمنافسة بقوة على الحصول على اللقب الكونفدرالية الغائب منذ سنوات. بعدها الزمالك توجه مباشرة للسفر، وقبل يمكن جلسة الكابتن حسين لبيب النهاردة الراجل كان مركز جدا على الفقرات البدنية والفنية، وجوميز كمان عمل بعض الجمل التكتيكية خلال المران، لأنه هو أصلا مستر جوزيه جوميز مركز جدا مع اللعيبة، وحتى في قعدته معاهم بعد العودة من الراحة أمس الأربعاء كان حريص على أن يقول لهم أن فريقكم محتاج لبطولة وجمهوركم محتاج لفرحة، وطالب
اللاعبين غلق ملف مباريات الدوري وقال لهم على نركز ونروح الجزائر علشان نجيب الثلاثة بونط، وشرح بعض الأمور الفنية للاعبين وطالب بتنفيذ بعض الجمل التكتيكية بدقة واستغلال أنصاف الفرص للحصول على نقاط المباراة، خصوصا أن المباراة خارج مصر، ويعني كان غير راضي شوية عن سيف الدين الجزيري وأداؤه أمام الإسماعيلي وبعض اللاعبين، ولكن الكل عازم على أن يؤدي بشكل كبير جدا. الدكتور محمد أسامة كان في قاعدة بينه وبين الجهاز الفني، وكان في كلام عن تواجد أحمد فتوح الظهير الأيسر ضمن القائمة المسافرة إلى الجزائر، واللقاء المقرر ليوم الأحد القادم بإذن الله. محمد أسامة قال إن تواجد فتوح مع بعثة الزمالك من أجل مواصلة أداء البرنامج التأهيلي الخاص به بشكل منتظم وتحت عينيه ومن خلال إشراف فريقه الطبي، وقال إن فتوح هيواصل البرنامج التأهيلي اللي وضعه الدكتور أسامة وجهازه ليكون أكثر جاهزية مع الفريق خلال الفترة القادمة، لأن فتوح زي ما أنتم عارفين بيعاني من إصابة بمزق في العضلة الخلفية تعرض ليها في مباراته مع المنتخب المصري اللي شارك فيها الأخيرة في كأس الأمم الإفريقية، فهو لن يشارك في المباراة ولكن سافر عشان يواصل التأهيل مع نادي الزمالك. كمان يمكن واحنا بنسأل على الأخبار بتاعت الأهلي والزمالك حريصين إنهم يعملوا شيء إيجابي مع الناس اللي بتقبض بالدولار، إنك أنت بتاخد الدولار كأجنبي في المتعاقد مع النادي بتاعك فبتغير عشان تصرف، فإحنا نديلك جزء من الفلوس بالمصري. الموضوع ده يمكن كان اقتراح من خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي ولاقى استحسانا وقبولا في النادي الأهلي. نادي الزمالك طبق ده ولاقى استحسانا وقبولا، وإدارة الزمالك بالفعل بعد الاتفاق قررت منح بعض اللاعبين الأجانب جزء من مستحقاتهم المادية بالجنيه بناء على اتفاق بينهم وحسب الطلب وعدد الفلوس اللي هم عايزينه. وده شيء كويس جدا، انا سعيد بالفكر ده على فكره جدا. والكابتن عبد الواحد السيد لما سئل كمان عن رفع اسم عبد الشافي والونش من قائمه الفريق، الراجل قال يعني لا اساس من الصحه لما نشر عن تردد ارسال خطاب رسمي لاتحاد الكوره برفع اسم محمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش من قائمة الفريق للموسم الحالي بعد إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي، وقال إن ده مش طبع الزمالك، الزمالك نادي وفاء واحترام، وقال إن محمود حمدي الونش أجرى عملية الرباط الصليبي بنجاح وبدأ المرحلة الأولى من التأهيل، والنادي بينهي إجراءات سفر عبد الشافي لألمانيا خلال الساعات المقبلة عشان يجري جراحة القطع في الرباط الصليبي. شيفو المحترم يستحق هذه المساندة من نادي الزمالك ويستحق كل الدعم من كل جمهور نادي الزمالك. كمان سألنا على موضوع الصيانة بتاعت الملعب، لأن الزمالك بيتمرن في الملعب الفرعي في الدفاع الجوي، وخبر النهاردة كان لازم نتأكد منه، هو الزمالك ومجلس الإدارة سيعيد بناء مدرجات استاد حلمي زبورة؟ خبر كده انتشر تأكدنا من صحته، كنت بتكلم مع مراسلنا لأخبار نادي الزمالك زميلنا أحمد وجيه عمار في الإعداد، وتواصل مع الإدارة في نادي الزمالك وأكد أن بالفعل مجلس الإدارة قرر إعادة بناء جزء من مدرجات حلمي زمورة لأنها تحمل تاريخا كبيرا لنادي الزمالك، وأن مجلس الإدارة مصمم أن يعيد بريق هذا الملعب بعد صيانته اللي تنتهي بعد 10 أيام، ثم يشرع مباشرة في بناء جزء من المدرجات. وبالفعل النادي بيجري حاليا استخراج التصاريح الخاصة بذلك. كمان الكابتن أحمد سليمان كان في كلام مهم معاه، وقال ان مسؤولي نادي الزمالك بيحاولوا اقناع نادي العين الاماراتي باستعاره لابا كوجو. يمكن انتوا عارفينه، لابا كوجو من اهم اللاعبين اللي ظهروا في الفتره الاخيره، الزمالك بيفكر انه يجيبه كمهاجم مهم للفريق اعاره 6 أشهر في فتره الانتقالات الصيفيه القادمه من نادي العين الاماراتي. نادي الزمالك
على المستوى المحبين في الخليج بيجد دعم ورعايه خصوصا في الامارات. اعتقد ان الموضوع ده وصل لمرحله متقدمه، وممكن جمهور الزمالك يشوف لابا كوجو في نادي الزمالك اعاره لمده 6 أشهر وارد، ولكن ما زال الموضوع في اطار الكلام. وان كان الكلام متقدم ولكن ليس نهائيا بعد. حتى اللاعب السوري اللي اعلن انه سياتي الى الزمالك حصل كلام انه بيعمل تعديل لعقده مع فريقه السوري عشان عايزين مبلغ من نادي الزمالك. وفي كمان خزينه الزمالك انتعشت بدخول راعي جديد مقابل 30 مليون جنيه سنويا، وسيتم الاعلان عنه قريبا. وانا قلت لكم الكلام ده ان في مجموعه من الرعاة سيدخلوا تباعا، حتى لما انفردت معاكم بان شركه النيل قبل اجتماع المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل الراعي الرسمي للدوري المصري دوري النايل هي الراعي لنادي الزمالك، كان في كلام، وده على مسؤوليتي الشخصية، انهم كانوا يفكرون بجدية في فسخ التعاقد مع نادي الزمالك، وان كان في مخالفات كثيرة شابت التعاقد ولم ينفذ الزمالك بنودا كثيرة منذ ان تعاقد مع هذه الشركة. ولكن الجلسة اللي جمعت مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب مع محمود طاهر رئيس مجلس الإدارة والوفد اللي جبارك للكابتن حسين لبيب بعد الانتخابات كانت جلسة مثمرة، حضرها يعني الناس كانوا متجاوبين، واستطاع الكابتن حسين لبيب مع الدكتور حسام المندور حسيني بالتحديد انهم يعيدوا صياغة الأمور. يمكن ده لم يعلن في الإعلام وبيتقال أول مرة، وأعادوا تجديد بنود العقد، وشركة النيل يعني عدلت في كثير من مجراها بدلا من الانسحاب من نادي الزمالك لإعادة صياغة أمور تعاقدها مع نادي الزمالك. والنهاردة وأنا بقول لك الكلام ده في رعاة جدد بيدخلوا، ويمكن ده أحد الرعاة 30 مليون جنيه في السنة على 4 سنين، يعني بتتكلم في 120 مليون، وسيعلن الراعي في حفل كبير خلال الأيام القادمة.